صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل وصحاب سيدنا ومولانا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم إذ الشارح التبتازاني رحمه الله بإيراد على قول المصنف عن صفات الله تعالى وهي لا هو ولا غيره. إيراد على هذا المتن ما هو؟ فإن قيل هذا النفي في الظاهر رفع للنقيضين وفي الحقيقة جمع بينهما. يعني حينما قال المصنف هي لا هو ولا غيره فيه رفع للنقيضين ظاهرا وكذلك جمع بين النقيضين حقيقة، كلاهما محالان كلاهما فاسدان، فإذا كيف يصح هذا الحكم؟ يعني صفات الله تعالى لا هو ولا غيره، كيف يصح هذا الحكم؟ لأن هذا الحكم رفع للنقيضين ظاهرا وجمع بين النقيضين باطلا، فإذا الإيراد أن هذا حكم فاسد. ذكر الكستلي في حاشيته قوله فإن قيل حاصله، يعني حاصل هذا الإيراد أن الغيرية سلب العينية. أولا قال يعني ذكر المصنف صفاته تعالى لا هو ولا غيره، فإذا الغيرية سلب العينية. لو قال هذا غيره معناه ليس هذا عينه، ورفعها سلب العينية كذلك رفع العينية. ومعلوم أن رفع أحد النقيضين يستلزم إثبات الآخر. لو رفع أحد النقيضين يستلزم ثبوت الآخر، فرفعهما معا يستلزم إثباتهما معا. يعني وقال لا هو هذا رفع العينية، فإذا يثبت به الغيرية، ثم قال لا غيره، فإذا هذا رفع الغيرية يثبت به العينية. هكذا رفعهما معا مع أنه محال في نفسه، هذا رفعهما يعني لا هو ولا غيره هذا ظاهرا رفع للنقيضين ومحال في نفسه، مع ذلك يستلزم إثباتهما معا إثبات للنقيضين، هذا أيضا محال وهو جمع بين النقيضين. وحاصل الجواب ثم أجاب الشارح ما حاصله؟ حاصل الجواب منع كون الغيرية عبارة عن سلب العينية، يعني الغيرية ليس عبارة عن سلب العينية بل هي أخص منه. لو كان الغيرية عبارة عن سلب العينية فيكون هنا اجتماع للنقيضين أو إثبات للنقيضين رفع للنقيضين هكذا يكون، بل الغيرية أخص من سلب العينية. لو كان أخص فيكون هناك واسطة، فإذا يمكن سلب العينية وسلب الغيرية
حتى يثبت الواسطة. وهذه الواسطة هي الثابتة بقول المصنف وهي لا هو ولا غيره. فلا يلزم ارتفاع النقيضين ولا ما يترتب عليه من اجتماعهما. نعم هكذا ذكر حاصل هذا الإيراد وجوابه. الكستلي في حاشيته. نعم ثم فإن قيل هذا النفي بالظاهر رفع للنقيضين وفي الحقيقة جمع بينهما. هذا رفع للنقيضين ظاهرا هذا مفهوم. فإن قال لا هو هذا رفع الأينية ثم قال ولا غيره إذن رفع للعينية والغيرية. العينية والغيرية نقيضان رفعهما بالظاهر وفي الحقيقة جمع بينهما. كيف يكون هذا جمع بينهما؟ لأن نفي الغيرية صريحا إثبات للعينية ضمنا. يعني حينما قال لا غيره هذا نفي الغيرية صريحا فيه إثبات للعينية ضمنا. لما ذكرنا أن سلب أحد النقيضين إثبات للآخر. سلب أو نفي أحد النقيضين إثبات للآخر. فإذا حينما نفى الغيرية صريحا كأنه أثبت العينية ضمنا ثم وإثباتها مع نفي العينية صريحا جم بين النقيضين. إثباتها يعني إثبات الغيرية. كيف أثبت الغيرية؟ مع نفي العينية يعني حينما قال لا هو صريحا قال لا هو هذا إثبات للغيرية. فإذا جم بين النقيضين يعني هو قال يعني لا غيره هذا نفي الغيرية وبذلك ثبت العينية. قبل ذلك هو قال لا هو في قوله لا هو إثبات للغيرية. فإذا هنا نفي الغيرية وإثبات الغيرية. نفي الغيرية صريحا بقوله لا غيره ثم إثبات الغيرية هو ضمنا مستفاد من نفي العينية بقوله لا هو ثم وكذا نفي العينية صريحا جم بينهما. كذلك الذي ذكر يعني نفي الغيرية كذلك نفي العينية حينما قال أولا لا هو صريحا جم بينهما بين النقيضين. لماذا؟ لأن المفهوم من الشيء إن لم يكن يعني نفي العينية صريحا جم بينهما معناه أولا قال لا هو فهذا فيه إثبات الغيرية ثم قال لا غيره. فإذا في نفي الغيرية إثبات العينية ضمنا. إذن أولا نفي العينية صريحا وإثبات العينية ضمنا هذا جمع بين النقيضين. نعم لأن المفهوم من الشيء إن لم يكن هو المفهوم من الآخر هكذا شيئان يعني مفهوم أحدهما لو لم يكن مفهوما من الآخر فهو غيره هذا معنى الغيرية يعني مفهوم أحدهما غير مفهوم الآخر وإلا فهو عينه يعني لو لم يكن مفهوم الآخر عين مفهوم الأولي فهما متحدان فهو عينه ولا يتصور بينهما واسطة هذا هو ليس هناك واسطة. فإذا هذا العينية والغيرية نقيضان. نعم قلنا قد فسروا الغيرية هذا هو الجواب يعني منع التناقض بين الغيرية والعينية
فإذا الغيرية ليس عبارة عن سلب العينية، بل الغيرية أخص من سلب العينية. فإذا لو كانت الغيرية أخص من سلب العينية يكون هناك واسطة، فهذه الواسطة ثابتة بقول المصنف، وهي لا هو ولا غيره. قلنا قد فسروا الغيرية بكون الموجودين بحيث يقدر ويتصور وجود أحدهما، يعني يفرض ويتصور وجود أحدهما مع عدم الآخر، أي يمكن الانفكاك بينهما. والعينية، هذا معنى الغيرية. ما معنى الغيرية؟ الانفكاك بينهما. لو كان الانفكاك ممكنا، كيف يكون الانفكاك ممكنا؟ يمكن أن يتصور وجود أحدهما مع عدم الآخر، فإذن يكون الغيرية بينهما. والعينية بأي شيء باتحاد المفهوم بلا تفاوت أصلا، هذا معنى يعني العينية. عينية معناه ليس عدم الانفكاك، بل اتحاد المفهوم، هذا هو معنى العينية. فإذا معناه يعني معنى قول المصنف هي لا هو، يعني معناه الصفات لا تتحد، لا يتحد مفهومها مع مفهوم الذات، لا يتحد مفهومها مع مفهوم الذات، هذا معنى قوله لا هو. ثم ما معنى قوله لا غيره؟ لا غيره معناه هذه الصفات لا تنفك عن ذاته، الصفات لا تنفك عن ذاته. نعم. فإذا ليس هناك جمع بين النقيضين ولا رفع للنقيضين. نعم. بلا دفع فلا يكونان نقيضين، بل يتصور بينهما واسطة. ما هذه الواسطة؟ بأن يكون الشيء بحيث لا يكون مفهومه مفهوم الآخر ولا يوجد بدونه، مفهومهما مختلفان، مع ذلك لا يمكن الانفكاك، انفكاك أحدهما عن الآخر. كهكذا الصفات، يعني مفهومها ليس مفهوم الذات، مفهوم الذات واجب الوجود. فإذن صفاتها معنى زائد على مفهوم الواجب الوجود. هكذا ذكرنا سابقا. ثم هل تنفك الصفات عن ذاته؟ لا تنفك. هذا الذي قال هذه واسطة، بأن يكون الشيء بحيث لا يكون مفهوم مفهوم الآخر ولا يوجد بدونه. ثم يذكر نظيرا كالجزء مع الكل، فإذا الجزء والكل مفهومهما مختلفان، مع ذلك هل ينفك الكل عن الجزء أو هل ينفك الجزء عن الكل؟ لا ينفك. نعم. ثم والصفة مع الموضوع مع الذات، صفة مع الذات يعني صفة مع الموصوف. فإذا الصفة والذات مفهومهما مختلفان، ومع ذلك هذه الصفة لا تنفك عن هذه الذات الموصوفة بها. نعم. وبعض الصفات مع البعض كذلك، بعض صفات مع بعض، هذا صفات الله تعالى. كذلك هنا الصفة مع الذات يعني صفة الله تعالى مع ذات الله تعالى. بعض الصفات مع بعض مثلا العلم والقدرة أو الحياة والقدرة، فإذا مفهومهما مختلفان، مختلف اختلاف في المفهوم ليس اتحاد. مع ذلك هل يمكن انفكاك أحدهما عن الآخر؟ لا يمكن انفكاك أحدهما عن الآخر، لأن هذه الصفات كلها قديمة. نعم. لازمة لذات الله تعالى. يقول فإن ذات الله تعالى وصفاته أزلية، والعدم على الأزلي محال. لأجل ذلك الصفة لا تنفك عن الذات، وبعض الصفات لا ينفك عن البعض الآخرين. ثم والواحد من الأشرة يستحيل بقاؤه بدونه. والواحد
فإن ذات الله تعالى والواحد عطف عليه. هذا بيان لعدم انفكاك الجزء من الكل، والواحد من العشرة يستحيل بقاؤه بقاء الواحد بدونها بدون العشرة، وبقاؤها يعني بقاء العشرة بدونه بدون الواحد. نعم، هذا واحد من العشرة، ليس واحد مطلقا، بل واحد من العشرة هو جزء العشرة، وهذا الواحد هذا الجزء لا يبقى بدون العشرة. يعني لو بقي واحد بدون العشرة لا يكون جزءا من العشرة، بل يكون جزءا من التسعة أو من عشرين أو من اثنين أو من خمسة هكذا، أو لا يكون جزءا لو كان واحد، يعني لو لم يكن جزءا بل هو عدد مستقل. هو عدد مستقل، إما يكون هكذا. ثم فعدمها عدمه، إذ هو منها يعني الواحد منها من العشرة، فعدمها عدم العشرة عدمه عدم الواحد، ووجودها وجود العشرة وجوده وجود الواحد، بخلاف الصفة المحدثة. الصفة مع الذات كذلك بعض الصفات مع البعض، هذه صفات قديمة. أما صفة حادثة ليس كذلك. هذا هو الفرق، يعني ذكرنا لماذا قال المصنف أو لماذا قال أهل السنة الأشاعرة أن صفاته تعالى ليست عين ذاته ولا غير ذاته. لماذا؟ للفرق بين الصفات الحادثة. الصفات الحادثة ليست كذلك، هذا غير الذات. معناه يجوز يمكن أن ينفك عن موصوفه. بخلاف الصفة المحدثة، فإن قيام الذات بدون تلك الصفات المعينة متصور. فإذا زيد هو عالم، بدون علمه يتصور بقاء زيد، فكذلك يزول أيضا في بعض الأحيان. أو يعني شيء أحمر يتصور بقاء هذا الشيء بدون الحمرة، فكذلك يتحقق، ليس إمكان التصور فقط، يتحقق أيضا في بعض الأحيان. هذه الحمرة تزول. لذلك قال كما ذكره المشايخ، فتكون غير الذات كذا ذكره المشايخ. فإذا جوابا لهذا الإشكال أجاب المشايخ بهذا الجواب، يعني أن الغيرية ليست عبارة عن سلب العينية بل هو أخص منه، فيكون هناك واسطة. إثبات هذه الواسطة لصفات الله تعالى هو المراد من قول المصنف وقول أهل السنة هي لا هو ولا غيره. ثم بعد ذلك ينظر فيه الشارح التبتازاني رحمه الله بقوله وفيه نظر. لماذا؟ يعني النظر من هذا الجانب، يعني ذكر عدم الانفكاك، إمكان الانفكاك هو مفهوم الغيرية. فإذا حينما تنفى الغيرية ماذا يراد به؟ يعني لا يمكن الانفكاك بينهما، بل أحدهما يستلزم الآخر. فإذا هنا هذا عدم الانفكاك هل يحتاج من الجانبين أو من أحدهما؟ لو كان أيا مراد، لو كان مراده أيا من الاحتمالين، يعني عدم الانفكاك من الجانبين أو من جانب واحد، فهو منقول. هذا الذي يريد الشارح أن يبين. وفيه نظر، لأنهم يعني لأن المشايخ إن أرادوا صحة الانفكاك من الجانبين، يعني لتحقق معنى الغيرية لا بد من الانفكاك من الجانبين. فإذا
لو كان إمكان الانفكاك من جانب واحد فلا يكون غيره، لا تتحقق الغيرية. لذلك قال انتقل بالعالم مع الصانع والعرض مع المحل، إذ لا يتصور وجود العالم مع عدم الصانع لاستحالة عدمه، ولا وجود العرض كالسواد مثلا بدون المحل، وهو ظاهر مع القطع بالمغايرة اتفاقا. يعني وهذا العالم وصانع هل هما متغايران؟ يعني متغايران العالم وصانع العالم هل هما متغايران؟ نعم متغايران. ومع ذلك لا يتصور هنا الانفكاك من الجانبين. لماذا؟ الصانع يمكن أن يستقل ويتصور وجوده بدون العالم، لكن من جانب العالم هل العالم يتصور وجوده بدون صانعه؟ لا يتصور وجوده بدون صانعه. فإذا هنا ليس صحة الانفكاك من الجانبين بل من جانب واحد. فإذا لا حاجة في تحقق المغايرة إلى عدم الانفكاك من الجانبين، بل يكفي عدم الانفكاك من جانب واحد. كذلك العرض مع المحل، العرض هل يمكن تصوره يعني وجوده؟ هل يتصور وجود أي عرض بدون محله؟ لا يتصور بدون محله، بل يتصور محل العرض بدون العرض، يتصور محل كل عرض بدون هذا العرض. هكذا مع أن العرض ومحله يوجد بينهما تغاير، العرض غير المحل والمحل غير العرض، الغيرية متحققة، مع ذلك لا يمكن الانفكاك من الجانبين، لذلك هو منتقل. يعني لو أرادوا أن صحة الانفكاك من الجانبين لتحقق معنى الغيرية، هذا منتقل بالعالم مع الصانع والأرض مع المحل، إذ لا يتصور وجود العالم مع عدم الصانع لاستحالة عدمه، ولا وجود الأرض كالسواد مثلا بدون المحل، لا يوجد بدون المحل، وهو ظاهر مع القطع بالمغايرة اتفاقا. هذا الأرض غير المحل، المحل غير الأرض، كذلك يعني الصانع غير العالم والعالم غير الصانع. ثم وإن اكتفوا بجانب واحد عدم الانفكاك كما يقتضي هذا البحث، لو اكتفوا يعني المشايخ اكتفوا بعدم الانفكاك أو صحة الانفكاك من جانب واحد، لو صح الانفكاك من جانب واحد يكون الشيء غيره، هكذا لو اكتفوا لزمت المغايرة بين الجزء والكل، لكن ليس هناك متغاير، الجزء والكل، الجزء ليس غيرا للكل والكل ليس غيرا للجزء، هكذا يعني لا يتحقق المغايرة هناك مع صحة الانفكاك من جانب واحد. كيف هذا؟ يعني صحة الانفكاك من جانب الجزء لا يصح الانفكاك من جانب الكل، لا ينفك الكل عن الجزء بل ينفك الجزء عن الكل، هكذا لزمت المغايرة بين الجزء والكل، وكذا بين الذات والصفتي، يعني بين ذات الله تعالى وصفته من جانب واحد. لماذا؟ للقطع بجواز وجود الجزء بدون الكل والذات بدون الصفتي، ذات ينفك يعني بدون الصفة، أما الصفة لا تنفك عن الذات، هذا الذات بدون الصفة يعني هذا في الصفة المحدثة الحادثة، الذات يراد بها الموصوف، ليس هذا الذات والصفة ذات الله تعالى وصفاته، ليس مراده ذلك، بل ذات يعني أي ذات موصوف،
هذا الموصوف يعني هذا الذات تنفك عن صفتي توجد بدون هذه صفتي أما صفت فلا توجد بدون الذات هكذا ثم وما ذكروا من استحالة بقاء الواحد بدون العشرة ظاهر الفساد ثم بعد ذلك وما ذكروا من استحالة بقاء الواحد هذا جواب النيراد على قوله يعني هنا ذكر إن اكتفوا بجانب واحد لزمت المغايرة بين الجزء والكل لزمت المغايرة بين الجزء والكل مع أنه لا توجد المغايرة فإذا سبق أن بين يعني أن العشرة والواحد جزء وكل والواحد من العشرة لا ينفك عن العشرة وكذلك العشرة لا تنفك عن الواحد من الجانبين عدم الانفكاك لذلك ليس غيرا هكذا يمكن لكن يرد عليه يعني يرد على ما على هذا الإيراد ممكن هذا اللي يعني يكون الجواب بالمنع إن اكتفوا بجانب واحد لزمت المغايرة بين الكل والجزء فإذا يكون الجواب عن هذا الإيراد بمنع هذا اللزوم يعني كيف يكون هذا الجزء والكل ليس بينهما مغايرة مع إمكان انفكاك العهد من الجانبين فإذا صحة الانفكاك من الجانبين لا يكفي في تحقق المغايرة هذا هو اعتراض فإذا يكون المنع يعني لا يمكن لا نسلم صحة الانفكاك من جانب واحد يعني بين الكل والجزء الكل والجزء ذكرنا مثالا له الواحد من العشرة هناك فرض هذا السائل هذا صاحب هذا الإيراد قال أنه يصح الانفكاك من جانب واحد فإذا يكون الجواب بمنع صحة الانفكاك من جانب واحد بين الجزء والكل يعني بين الواحد والعشرة مثلا لا نسلم صحة الانفكاك بل هناك صحة لا يصح الانفكاك من الجانبين لذلك ليس هناك مغايرة فإذا لاحتمال هذا المنع نظرا لهذا الاحتمال احتمال هذا المنع جوابا لهذا الإيراد ذكر الشارع وما ذكروا من استحالة بقاء الواحد بدون العشرة ظاهر الفساد لا يقال هو قال ظاهر الفساد فإذا لا يقال هذا الإيراد جوابا لقوله ظاهر الفساد لا يقال لا يقال يعني جوابا لقوله ظاهر الفساد ليس بظاهر الفساد لا يقال المراد يعني في إبطال قوله ظاهر الفساد لا يقال ببيان مراد إمكان تصور وجود كل منهما مع عدم الآخر ولو بالفرض لا يقال المراد إمكان تصور وجود كل منهما مع الآخر يمكن وجود تصور وجود كل منهما مع عدم الآخر ولو بالفرض ولو مفروضا فإن كان محالا هذا المفروض يكون محالا
فإذا والعالم قد يتصور موجودا، لا هذا لا يقال يرجع، لا يرجع إلى الكل والجزئي، بل يرجع إلى العالم والصانع، إلى العالم والصانع، يعني ذكر فيه نظر، لأنهم إن أرادوا صحة الانفكاك من الجانبين انتقل العالم بالعالم مع الصانع والأرض مع المحلي. فإذا يمكن الجواب بمنع صحة الانفكاك من جانب واحد مع تحقق المغايرة. فإذا هذا لا يقال، لا يرجع إلى ظاهر الفساد فقط، بل يرجع إلى ما قبله أيضا. وجود كل منهما مع عدم الآخر ولو بالفرض وإن كان محالا. والعالم قد يتصور موجودا، قد يتصور موجودا يعني العالم بدون الصانع، يتصور موجودا، لكن هذا تصور مفروض محال أيضا. ثم يطلب بالبرهان ثبوت الصانع، فإذا إلى إثبات الصانع بالبرهان كأن العالم موجود بدون صانع، بخلاف الجزء مع الكل، فإنه كما يمتنع وجود العشرة بدون الواحد يمتنع وجود الواحد من العشرة بدون العشرة، إذ لو وجد لما كان واحدا من العشرة. بخلاف الجزء من العشرة، فإذا هناك يعني هذا بخلاف الجزء مع الكل، وهذا يتعلق بقوله ظاهر الفساد. وقال استحالة بقاء الواحد بدون العشرة ظاهر الفساد، فإذا لا نسلم أنه ظاهر الفساد. لماذا؟ هذا الجزء من الكل مع الكل يمتنع وجود العشرة بدون الواحد هو جزء من العشرة، كذلك يمتنع وجود الواحد هو جزء من العشرة بدون العشرة. لأننا نقول هكذا، لا يقال لأننا نقول قد صرحوا بعدم المغايرة بين الصفات بناء على أنها لا يتصور عدمها لكونها أزلية. بين الصفات يعني بين صفات الله تعالى، هذا العلم ليس غيرا للقدرة، والقدرة ليس غيرا للحياة، هكذا صرحوا بعدم المغايرة. لماذا؟ بناء على أنها لا يتصور عدمها، عدم هذه الصفات لكونها أزلية، مع القطع بأنه يتصور وجود البعض كالعلم مثلا، ثم يطلب بالبرهان إثبات البعض الآخر، يعني يتصور العلم ثم بدون القدرة أو بدون السمع أو بدون البصر، هكذا يمكن. ثم يطلب بالبرهان إثبات البعض الآخر، فعلم أنهم لم يريدوا هذا المعنى، لم يريدوا هذا المعنى، يعني لم يريدوا وجود كل منهما مع عدم الآخر ولو بالفرض وإن كان محالا، هذا المعنى لم يريدوا، مع أنه لا يستقيم في العرض. لو أرادوا هذا المعنى هذا ليس بمستقيم في العرض مع المحل. ولو اعتبر وصف الإضافة لزم عدم المغايرة، لو اعتبر وصف الإضافة يعني هذا وصف الإضافة معتبرة كما ذكرنا في العشرة والواحد، هذا واحد من العشرة، هذا الواحد الذي نقول أنه لا ينفك عن العشرة، فالعشرة لا ينفك عن الواحد. لماذا؟ لأن هذا الواحد جزء من العشرة، بهذه الإضافة لا ينفك، لزم عدم المغايرة بين كل متضايفين كالأبي والابن والأخوين وكالأخوين وكالعلة مع المعلول، لا يكون هناك انفكاك نصلا. الأب لا ينفك عن الابن، الابن لا ينفك عن الأبي،
അനി ഉലാ ഖിലാഫത്ത് മുഴുത്ത പറ ഇബുനു ഹാദൽ അബ് ഹൽ എംഫക് വൻ ഹാദൽ അബി ലാ എംഫക് അബു ഹാദൽ വലദി ഹൽ എംഫക് വൻ ഹാദൽ വലദി ലാ എംഫക് അൻഹു ഹക്കദ ബാ വുജൂദ് തഗായുരി ബാ വുജൂദ് അദ അബു ലൈസ ഇബ്നൻ അല്ല അബു വൈറുൽ ഇബ്നി അൽ ഇബ്നു വൈറുൽ അബി കദാലിക അൽ അഖു വൈറുൽ അഖി അൽ ഇല്ലത്തു വൈറുൽ മഅലൂലി ഹക്കദ ത മുഗായറത്ത് മൗജൂദ بل بين الغيرين لا هذا ليس بعد المغايرة بين الغيرين أيضا ليس بين المتطائفين فقط بل بين الغيرين أيضا لماذا؟ لأن الغير من الأسماء الإضافية يعني الغير بين الأسماء الإضافية هذا غير يعني لا يستقل بمعنى بل غير أن يكون مضافا إلى شيء آخر يعني زيد غير الأمر هكذا يكون مضافا إليه هذا كتاب غير ذلك الكتاب هذا البلد غير ذلك البلد هكذا يكون إضافة ثم فإن قيل لم لا يجوز أن يكون مرادهم أنها لا هو بحسب المفهوم ولا هو بحسب ولا غيره بحسب الوجود يعني لأجل هذه الإرادات لو كان مرادهم لا هو ولا غيره مرادهم لا هو بحسب المفهوم لا غيره بحسب الوجود ليس بحسب الانفكاك فيما مضى ذكرنا أن معناه بحسب الانفكاك لا غير لا ينفك عنه وهنا قال بحسب الوجود كما هو حكم سائر المحمولات بالنسبة إلى موضوعاتها يعني في كل جملة يكون محمول وموضوع فإذا يكون المحمول غير الموضوع غير الموضوع معناه مفهوما ثم ومع ذلك يتحدان وجودا هكذا زيد قائم زيد وقيام مفهومهما مختلفان لذلك زيد غير القيام والقيام غير زيد لكن حينما نقول زيد قائم اتحدا وجودا قيام وجود القيام هو وجود زيد هكذا لو كان المراد هذا فلا محذورة كما هو حكم سائر المحمولات بالنسبة إلى موضوعاتها فإنه يشترط الاتحاد بينهما بين المحمول والموضوع بحسب الوجود ليصح الحمل عندئذ يصح الحمل يعني الإسناد والتغاير يعني يشترط التغاير بحسب المفهوم ليفيد الحمل وإلا لا يفيد الحمل لو قال زيد زيد لا يفيد نعم كما في قولنا الإنسان كاتب بخلاف قولنا الإنسان حجر الإنسان كاتب اتحاد بينهما بحسب الوجود الكاتب وجود الكتابة وجود الإنسان كلاهما واحد بخلاف قولنا الإنسان حجر فإذا وجودهما ليس متحدا وجود الإنسان ووجود الحجر وجودان مختلفان لذلك هذا حمل ليس بصحيح فإنه لا يصح ثم وقولنا الإنسان إنسان فإنه لا يفيد نعم قلنا لو كان هذا هو المراد أليس يصح وقال قلنا إن هذا إنما يصح في مثل العالم والقادر بالنسبة إلى الذات يعني هذا صحيح بالنسبة إلى الذات العالم والقادر هذا صحيح يعني ذات هو الله تعالى العالم متحدان وجودا مختلفان مفهوما كذلك الله قادر هكذا لا في مثل العلم والقدرة العلم والقدرة هل وجودهما واحد ليس واحدا معناهما مختلف لا في مثل العلم والقدرة لا يمكن بل في العالم والقادر يمكن هذا مع أن الكلام فيه يعني كلامنا في الصفات
يعني في العلم والقدرة والحياة فيها، ليس في العالم والقادر، ثم ولا في الأجزاء الغير المحمولة، كذلك لا يصح هذا في الأجزاء الغير المحمولة كالواحد من العشرة واليد من زيد، يعني لا يقال الواحد عشرة واليد زيد، أو على العكس العشرة واحد أو زيد يد، هكذا لا يمكن الحمل في هذه الأجزاء، هذا المراد ليس بصحيح. ثم وذكر في التبصرة، يعني في تبصرة الأدلة لأبي المعين النسفي، أبو المعين النسفي وقال في كتابه تبصرة الأدلة، ماذا قال؟ أن كون الواحد من العشرة واليدا من زيد غيره مما لم يقل به غيره، مما لم يقل به أحد من المتكلمين، لم يقل أحد أن الواحد من العشرة غير العشرة، أن اليد من زيد غير زيد، هكذا لم يقل به أحد من المتكلمين سوى جعفر بن حارث، وقد خالف في ذلك جميع المعتزلة، هو معتزلي، وعد ذلك من جهالاته، هو قال أن الواحد من العشرة غير العشرة، اليد من زيد غير زيد، هكذا قال، هذا من جهالاته، وهذا لأن العشرة اسم لجميع الأفراد ومتناول للكل، لذلك الواحد من العشرة ليس غير العشرة، فرد من أحاده اسم لجميع الأفراد ومتناول لكل فرد من أحاده مع أغياره، هذا فرد غيره، كل فرد غير الكل، ما ذلك هكذا، فلو كان الواحد غيرها لكان غير نفسه، فلو كان الواحد غير العشرة لكان الواحد غير نفسه، لأنه من العشرة، وإن تكون العشرة بدونه، وإن تكون إن بمعنى نافية، يعني لا تكون العشرة بدونه، لذلك كان الواحد جزءا من العشرة، وكذا لو كان يد زيد غيره لكان اليد غير نفسها، هذا كلامه ولا يخفى ما فيها، كذا هو حاول أن يبين أن يحل المشكلة لكن فيه فساد. نعم. ثم بعده يعدد الصفات، وهي يعني العلم والقدرة والحياة، وهكذا الحياة. نقرأ فيما بعد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.